انضم لنا عبر الهاتف دلوقتي الاستاذ عوني نافع الناقد الرياضي من داخل استاد برج العرب. مساء الخير على حضرتك. مساء النصر، مساء الامل، مساء السعاده عليك يا شيما وعلى كل المصريين. اجواء حماسيه، اجواء غير عاديه في شهر النصر. 60,000 او 80,000 مشجع وقتهم مرتين خارج ملعب برج العرب. اجواء غير عاديه ابتهاجا ان شاء الله بالصعود لمونديال كاس العالم بعد 28 عام. استاذ عوني، كل الجمهور خلاص وصل والابواب اتقفلت دلوقتي ولا لسه؟ نعم يا فندم. الابواب اتقفلت ولا لسه؟ كل اللعيبه وصلت يا فندم. انا بتكلم على الجمهور. الجمهور كله وصل يا فندم، والملعب اتقفل على عن بكره ابيه، وزي ما بقول لك يا شيما قد الجمهور اللي موجود فيه قد مرتين بره الملعب كان نفسهم يحصلوا على تذاكر ويقدموا المنتخب الوطني، لكن هم قالوا احنا هنستناهم ونحتفل بيهم بره الملعب. دايما اللي دخل جوه هيحتفل. احنا في حوالي 104 مليون مصري بره الاستاد مستنيين النهارده الجنب جسامه يعلن تاهل مصر لمونديال كاس العالم 2018 بروسيا. واعذريني ان الصوت مش واضح من كثر الاجواء الحماسيه. دايما انا قلت لك 80,000 مشجع بيهتفوا مصر مصر مصر. اجواء غير عاديه يا شيما النهارده، وان شاء الله هتكمل فرحتنا ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا استاذ عوني. عايزه اعرف مع حضرتك التشكيله النهائيه. عصام الحضري، فتحي، ربيعه، حجازي، وعبد الشافي، محمد النني، طارق حامد، رمضان صبحي، محمد صلاح، صلاح جمعه، احمد حسن كوكا. هل هو ده التشكيل النهائي؟ بالظبط. ده نفس التشكيل اللي هو اعلنه هيكتور كوكا الارجنتيني، هيكتور كوبر في مباراه الكونغو، واللي لحد دلوقتي لعيب المنتخب الكونغو هم نزلوا سخنوا وما نزلش غير اللعيبه الاحتياطيين من لعيب المنتخب الوطني. وعلى بعد دقيقتين دلوقتي يمكن وانا بكلمك المنتخب الوطني بيستعدهم للنزول وسط اجواء غير عاديه زي ما انا قلت لك. شكرا ليك استاذ عوني نافع. واضح ان الخط اتقطع الاتصال، فصل. نروح بقى